اهلا وسهلا بكم مره ثانيه، مستمرين مع الساده المشاهدين في حلقتنا عن المعاملات التي تحد من خطوره او مخاطر التغيرات المناخيه على معظم المحاصيل. دكتور محمد، حضرتك كنت عاوز تكمل في موضوع التراكيب المحصوليه خاصه في زراعات الشتوى بقى اللي داخله. اصحابها يعملوا ايه؟ انا تقريبا في نهايه شهر توت، يعني باقي لي 3 4 ايام اخش بابه خلاص دخلت في صورة الموسم الزراعي المصري الاساسي، فدخلت على المحاصيل الكبيره، البنجر، العروه الثالثه قربت تزرع، يعني العروه الاولى والثانيه. دكتور الباز اتصال. السلام عليكم. الو. ايوه اهلا بحضرتك يا استاذ محمود. يا دكتور باز، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، اهلا بيك. احنا النهارده حلقتنا عن الروشتة الواجب اتباعها خلال الفتره اللي جايه على طول، علشان نحاول ان احنا نحد من الاثر الضار للتغيرات المناخيه على معظم المحاصيل. وحضرتك طبعا استاذ فني متخصص فيما يخص البساتين، خاصه الاشجار المتساقطه. تقول ايه للمزارعين اللي عندهم اشجار متساقطه يبداوا يعملوا ايه النهارده؟ روشتة بسيطه وعفية وواضحة وبالمعلقة زي ما عودتنا. أهلا بحضرتك أولا، وأهلا بضيوفك الكرام، وأهلا بالإخوة المزارعين والمستمعين جميعا. أنا دايما بسعد بالحوارات مع حضرتك ومع ضيوفك الكرام. الله يكرمك. بخصوص أشجار الفاكهة المتساقطة، طبعا هي الأشجار اللي بتخش في سكون أثناء فترة الشتاء. نعم. يعني بتتجرد من أوراقها خلال فصل الشتاء. احنا طبعا عندنا مشاكل دلوقتي، ومعانا استاذنا الدكتور محمد علي فهيم، دايما احنا بنستفيد بارشاداته وتوجيهاته دايما ومتابعينه، وتوجيهاته دايما بناخدها بعين الاعتبار بصفتنا بنعمل في هذا القطاع. فاحنا بنقول ان التغيرات المناخيه اصبحت امر موجود بشكل قوي جدا، وكان له تاثيراته على الزراعات خلال هذا الموسم الماضي. احنا بنقول ايه للمزارعين هذا العام؟ بنقول له حاول بكل يعني ما تستطيع به من قوة ان انت تحافظ على حيوية النبات. المحافظة على حيوية النبات معناها ان النبات يخش معاك سكون وهو في حالة صحية جيدة، بمعنى لا تهمل مقاومة الافات الحشرية سواء الجاسد او التريبس او البق الدقيقي او الاكاروس والعناكب. ثانيا، لا تهمل ابدا مقاومة الامراض الفطرية وخاصة البياض الذغبي، لان كل ده بيعمل ستريس على النبات وبيستهلك جزء كبير جدا من مخزون الكربوهيدرات في مقاومه هذه الافات، وخاصه اذا كانت الاصابه مبالغ فيها وبيحصل سقوط للاوراق. النقطه الثانيه، لا يهمل ابدا الاهتمام بعنصر البوتاسيوم. النقطه الثالثه، يظبط عمليه الري بشكل قوي جدا، ما يدخلش النبات في عمليه سكون سريع، لان لو دخل النبات في عمليه سكون سريع ده بيكون سكون مبدئي وليس سكون عميق. في فرق قوي جدا بين السكون المبدئي والسكون العميق. السكون المبدئي هو معناها ان النبات بيبدا يخش في عمليه سكون مع انخفاض درجه حراره باطن التربه، ومع فرق قوي بين او زياده عدد ساعات الليل وانخفاض ساعات النهار. ففي الحاله دي النبات بيبدا يخش في عمليه سكون مبدئي. السكون المبدئي ده مش معناها ان النبات دخل في سكون عميق، بمعنى ان النبات لو تعرض لاجهاد حراري بعد السكون المبدئي بيبقى عرضه ان هو يخرج من هذا السكون. وبالتالي احنا بندعو المزارع ان هو يهتم جدا بالنبات بتاعه بعمليه الري، ما يستعجلش ابدا في اجراء عمليه التصويم. النقطه الثانيه، ما يبالغش في عمليه الري بحيث ان هو ما يدفعش النبات ان هو يجيب نموات حضريه جديده يستهلك مخزون الكربوهيدرات اللي موجود في النبات اللي هو حائط الديفنس بتاعه في الموسم، لان له دور مهم جدا في عمليه التزهير والعقد. النقطه الثالثه المهمه اللي احنا اتكلمنا فيها، الاهتمام بمقاومه الافات والحشرات وخاصه الجسد والتريبس والباقي الدقيقي. النقطه الرابعه برضك الاهتمام بالامراض الفطريه، ومنها زي ما احنا قلنا البياض الذغبي، لان ده برضك بيكون له اثر كبير جدا على الترحات، وده بيظهر قوي اثناء الموسم. الاهتمام برضك بعنصر البوتاسيوم زي ما قلنا، الاهتمام برضك بالشعيرات الجذريه ومقاومه عفان البذور والنماتودة. واحنا دايما بنلاحظ ان المشكله الرئيسيه اللي بتقابلنا دايما في الموسم هي في الاصناف المبكره. يا دكتور باز من فضلك. اتفضل. اهميه الماده العضويه في الايام اللي احنا داخلين فيها دي، الخدمه الارضيه الشتويه. تمام. احنا عارفين ان الارض بتاعتنا الصحراويه كلها ارض
بيور خالية تماما من أي يعني شحنات، وبالتالي هي ما بتمسكش أي مية أو عناصر غذائية. المادة العضوية دورها مهم جدا في حياة النبات، لأن هي بتكون وسط مناسب جدا إن هي بتمسك المية والعناصر الغذائية، بتنشط الشعيرات الجذرية، بتكون وسط مناسب بحيث إن النبات لو حصل أي ستريس من المية أو غيره بيكون الأرض طالما فيها مادة عضوية بتحتفظ بالمية فترة ما، فبتقدر تحافظ على حياة النبات ضد أي إجهادات حتى لو النبات اتعرض لجزء من العطش. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور باز، أشكرك جزيلا. أشكرك جزيلا. اتفضل يا فندم. اتفضل. من الأشياء اللي الدكتور باز علمها لي للأمانة كمان اللي هو قال عليه السكون العميق والسكون المبدئي، كنت بوصفها لحد النهارده مش زراعي، برضو عنده أرض وما جابتش، فبيقول لي إيه السبب؟ دكتور الباز قال لي النبات ده في الشتاء عاوز ينام زينا، ولما يعوز ينام وقت النوم بتاعنا عاوز يتغطى كويس قوي، فبتغطى ببطنيتين عشان يعرف ينام نوم عميق ويرتاح. اللي بينام نومه العميق في ساعات النوم المحددة له اللي هو النوم الطبيعي، لو صحي بيصحى عافي قوي وبيقوم قوي ويقدر يتابع كل عملياته الحيوية ويقدر يعمل إنتاج. النبات لو نام ربع نومة أو نام فايق أو نام بعين وعين لا هينام كويس ولا هيصحى نشيط، فهيصحى مدروخ، وبالتالي لا يعرف يظهر ولا هيعرف يعقد ولا هيقدر يكمل الموسم. ما رأي سعادتك يا خبيرنا؟ هو ده اللي حصل بالظبط، إني أولاً النوم العميق أو النوم الخفيف في الغالب ليه علاقة بالمناخ بالجو. يعني أقول لك حاجة، بالنسبة السنة دي لازم نكون كل مزارعين الفاكهة عارفين كويس جدا، المانجا والزيتون بالتحديد، الشجر ما شالش، يعني الشجر ما بذلش جهد كبير جدا وما استنزفش خلال موسم النمو والإنتاج ل 21، معناه ان المانجا هيبقى فيه تزهير مبكر ان السنة الجاية، معناه ان الزيتون دورة الصيف، دورة نمو الصيف، النمو الخضري اللي هي بتنتج السنة اللي بعد الجاية، معناها ان بقت خدت جزء كبير من مجهود الشجرة عن دورة السنة اللي قبلها اللي هي هتنتج السنة دي. كل ده يتحط في الاعتبار في طريقة التقليم، يتحط في الاعتبار في حتى في الخدمة الشتوية. عارف كويس جدا اني ما زودش بوتاسيوم في الخدمة الشتوية للزيتون السنة دي، وهكذا. يعني النقط دي نقط مهمة جدا لكل اصحاب اشجار الفاكهة. انا بس احنا ظلمنا المحاصيل التانية والمهندس خالد ما خدش حقه كويس في الكلام، فخلينا لو في وقت بقى نتكلم عن نعمل ايه في المحاصيل التانية يا مهندس خالد؟ انا عندي دقائق معدودة فعلا. بس الحتة الصغيرة اللي هي من خدت من اخد من دكتورنا السكون، السكون لو الزرعة لا زالت في جزء منها شغال فانا بتطلع معايا كده حاجة خطيرة جدا اللي هي الشوادر الحرة، وبيحصل معايا تنفس، التنفس ده بيستهلك الكربوهيدرات اللي انا المفروض ان انا بخزنها، زي ما استاذنا وجه نظرنا للموضوع ده، وفعلا موضوع مهم جدا جدا. النقطه الثانيه ان انا الصغور عندي بتبقى مقفوله وفي شغل جوه شغال، شغل فيسيولوجي شغال، ناتج بتاع الشغل ده ما بيطلعش، ده اللي بيكون لنا يا فندم الشوادر الحره. الشوادر الحره دي تعمل اكسده في الخليه، موت في الخلايا، يعني انا كمان هطلع بخليه مجهده وميته مش هتتجدد، دي بتبقى عمليه خطيره جدا. ففعلا لازم نحاول بقدر الامكان كفنيين ان احنا ندخل الشجره في سكون تام عشان خاطر الموسم الجديد ان شاء الله. ده بالنسبه للاشجار المتساقطه. بالظبط يا فندم. تمام كده؟ بالظبط كده. طيب كده. انا سمعت معلومه ما اعرفش صحتها، لو انا لقيت الجو دافي في شهر 12، الجو اللي انا عاوز منه وحدات برده كتيره جدا، بستخدم ماده اللي هي بيسموها سيليكات الالومنيوم على اساس ان هي دي بتخفض لي خمس درجات، بتخفض لي جسم النبات خمس درجات في الحرارة، صحة المعلومة دي ايه؟ غير صحيحة. سيليكات الألومنيوم عمرها اللي بيسموها الكولينة او الكولينة اللي هم بيستخدموها في الاصل، هي عزل بيستخدموها في الاصل عشان الحرارة العالية، لان بتعكس الحرارة وبتمنع ان الحرارة تبقى مركزة على البراعم وعلى المناطق الغضة بالذات. هي في الاصل ضد الجهاز الحراري وبالذات اللي بيعمل لسعات، بيعمل مشكلة فيزيائية، هي في الاصل كده، اما ملاش علاقه تماما بالقصه الثانيه. لو هتقل تقل نص درجه، تلت درجه، خمس درجات، ما كانش حد غلب من زمان. انا استضفت حد من معهد بحوث البساتين عندنا وقال جربوها ماشي وخفضت حوالي خمس درجات وعملت نتيجه كويسه. ايوه ممكن التخفيض يا فندم نتيجه للتميق، لانها ماده بتتميق بس، لكن كتخفيض تخفيض لا، الماده مش بتخفض. هي مقصود بيها يا فندم ان انا بعزل تمام ان ورقه النبات، ودي طبعا مش مرغوبه، لان
لو دخلت وانا معايا مرض فطري ورشيتها طيب لو البرد طول عليا وانا عندي ازهار عاوز الجو يدفي شويه تاني عشان تعقد، هل ممكن ادخل بالكبريت او ادخل تاني بحاجات تدفي شويه؟ الكبريت الزراعي الكبريت الميكروني ده وقته بالظبط زي ما حصل في 2019 و2020 كان في شتاء متاخر واخر لك الزيتون لغايه ما دخل لك الزيتون وقت النضج دخله هناك في اخر الصيف فحصل تساقط وحصل تلوين مبكر وحصل حاجات كثيره جدا مشاكل كبيره. كالعاده الوقت بيقطعنا وبيسرقنا مفيش فايده وعندنا انا عاوز اقول كلمه واحده في الاخر بسرعه ارجو كل مزارعين مصر والمهندسين استخدم ودانا شويه بالذات مع المناخ. استخدم ودانك مع المناخ، استخدم حسك، اعرف ان الزراعه اصبحت صناعه واصبحت علم. معايا اتنين من الخبراء، استخدم المادة العضوية، المادة العضوية زي ما قالوا أساتذتنا أنا هزود عليها كمان، إن أثناء التحلل بتاعه وهي شايلة كل الميكروبات بتفرز أحماض دوبلية وأحماض عضوية بتخفض البي اتش، تخفض البي اتش يعني بتحرر بعض العناصر المعقدة وبتحل لك مشاكل كتير، المادة العضوية، لكن في صورتها السليمة. وخلي بالك 90% من الشركات اللي بتشتغل في مجال الكمبوست النهاردة نتيجة وقف الحال أصبحت بتقلب، يعني ما عادتش بتعمل تحليل بكتيريولوجي أو تحليل حيوي للكمبوست، وبالتالي هتلاقي فيه أعفان، هتلاقي فيه نماتودة، هتلاقي فيه بذور حشائش. وقانا الله كل الشرور، وإن شاء الله موسم زراعي يكون مقبل خير إن شاء الله وتصبحون على ألف خير. لا أنسى أن أشكر ضيفي العزيزين الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغيرات المناخ بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، المهندس خالد عبادة مدير الدعم الفني ومساندة التسويق في شركة ماكل للأسمدة والمخصبات. أشكركم جزيلا، تصبحون على ألف خير.